أساليب شتى يتخذها سياسيون في صلاح الدين للتسويق الانتخابي، رافعين شعارات مستهلكة لم تعد تنطلي على الناخبين. كل هذا من أجل الرجوع إلى المشهد السياسي مجددا من خلال التسلق على مظالم الناس واتخاذها مادة ترويجية لمشاريعهم. المواطن في صلاح الدين اليوم بات يفهم تلك الخطوات التي من شأنها أن تضيع مقدرات المحافظة، ناهيك عن تذمره من عدم تحقيق أبسط المتطلبات في الدورات السابقة على يد من يحاول اليوم الترويج لنفسه مجددا. طبعا بالفترة الماضية شبعنا وعود، شبعنا من السياسيين ومن المرشحين، راح نسوي لكم فلان شيء وراح نسوي لكم فلان شيء، وانتخبونا وانتخبنا مرة ومرتين وثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لدغنا هواي وكل شيء ما سوونا، فلا يجي واحد يواعدنا ويقول راح أقدم لكم، يعني لا يواعد أفضل ولا يقول راح أسوي لكم صلاح الدين مثل الأنبار أو صلاح الدين مثل دبي ولا صلاح الدين وضعها هذا. فإحنا اليوم بطايقنا بجيبنا وحدثناها مثل ما تشوفون، حدثنا بطايقنا وبجيبنا وننتخب اللي إحنا نريده. الانتخابات هي الساحة التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر من أجل تغيير الوجوه التي لم تقدم لها سوى المآسي مع انعدام الخدمات والوضع الاقتصادي المزري، فيما توعد أهلي صلاح الدين بتغيير تلك الوجوه الفاسدة التي بدأت من الآن باستخدام الشعارات التي يرفضها الشارع. بعد أي محاولة لهم حتى يجددون الثقة مع الشعب في محافظة صلاح الدين ما تنطلع علينا، لأن جربناهم أكثر من مرة، جربناهم أكثر من دورة، كل شيء ما سووا مجرد مشاريع وهمية، مشاريع متلكئة. فهسه حاليا هم دا يحاولون أنه يعيدون الثقة، هاي الثقة بعد ما تنعاد إن شاء الله والتغيير قادم، الانتخابات هي اللي حتكون الحد الفاصل بيننا وبينهم. الحملات الانتخابية بدأت مبكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى الأرض، لكنها لن تقنع المواطن هذه المرة بشخصيات أشهرت إفلاسها السياسي وباتت تتشبث بوعود زائفة للوصول إلى المقعد النيابي من جديد. لقناة الفلوجة عبد المنعم الويسي، صلاح الدين.